الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والصلاة والسلام على سيد النبيين وإمام المرسلين الذي أما سائر الأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى من ليلة المعراج، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد عبر الله سبحانه في القرآن الفرقان: أستعيذ بالله من رجيم الشيطان، بسم الله الرحيم الرحمن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال الحبيب الأمين في حديثه المبين: إذا تركتم الجهاد فسلم الله عليكم الذلة. صدق الصادق إنه لمن الصادقين. حياكم الله وبياكم الله، وشكرا جزيلا لحضوركم في هذه الحفلة الميمونة المباركة، بركة فيها واسعة بادية، تهنئة لكم وترحيبا بالسلام من صميم قلبي وعميق فؤادي. أما الموضوع فسيظهر عليكم هذا المسجد الأقصى، فضائله وتاريخه وحالته. سأكد أن أقترح عليكم خطبة ملخصة بذكر ما سبق من الموضوع منذ لحظة، مستعينا بالله وهو ولي التوفيق. فيا أيها الأحباب، المسجد الأقصى هو قلب الأمة، بناه أولا الملائكة عليهم السلام، ثم بناه ثانيا بالجن سيدنا سليمان على نبينا وعليهم السلام. له فضيلة جسيمة، لأن المصلي إذا صلى فيه ركعة واحدة يثاب عليه 50,000 ركعات، وله من بركات ما لا تعد ولا تحصى. لأن المسجد الأقصى هو مسجد الأنبياء، وأرض مسجد الأقصى هي أرض فلسطين، وهي أرض الأنبياء كنبينا سليمان وداود ويحيى وزكريا وأيوب ويعقوب على نبينا وعليهم السلام، يسكنون ويعيشون فيها. وفتح المسجد الأقصى أولا الخليفة الراشد الثاني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سنة 16 من الهجرة النبوية صلى الله عليه وسلم، ثم لم يزل تحت أيدي المسلمين منذ سنة 500، ثم لم يزل تحت أيدي الكفار منذ سنة 90، ثم لم يزل فتحه ثانيا سعيد لهذه الأمة السلطان صلاح الدين الأيوبي، كان ذلك سنة 583 من الهجرة النبوية. ثم لم يزل بعد ذلك تحت أيدي المسلمين إلى الآن، لكن الآن في أرض فلسطين تفسد عزة النساء، ويقتل الصبيون، ويحبس الضعفاء في السجن بغير حق، ويكيد اليهود والنصارى كيدا عظيما في أرض فلسطين، وأرادوا بإخراج المسلمين من أرض فلسطين، مع ذلك أن المستحق الوحيد لأرض فلسطين هو المسلمون، وأن المسجد الأقصى هو القبلة الأولى للمسلمين، ومنزل معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد سائر أنبيائنا عليهم السلام. فيا معشر الشباب، لا شك أن الطريق الوحيد لتحرير فلسطين هو الجهاد في سبيل الله. فقد شهد التاريخ بأن لا سبيل لإعادة مجد الأمة الإسلامية وزيادتها وكرامتها إلا ببذل النفيس والرخيص. فيا أيها المجاهدون في سبيل الله، إلى كم يوما نصوم، وكم يوما نتحمل ظلم أعداء الإسلام والمسلمين، وكم يوما نحن نرى أمامنا قتل أمهاتنا وإخوتنا وأولادنا الصبيين الذين ليس لهم ذنب إلا أنهم مؤمنون، يصيحون بصوت